طبعا دلوقتي وصلنا طبعا لاسطوره النهارده، اسطورتنا النهارده هو نجم اكيد من نجوم القلعه الحمراء، حقق انجازات رائعه مع النادي الاهلي، هو طبعا الكابتن حسين مدكور. كابتن حسين مدكور قائد الاهلي التاريخي وبطل تمصير اتحاد الكوره. تمصير اتحاد الكوره كان كابتن حسين مدكور واحد من ابرز افراد الجيل الذهبي للكوره المصريه في الخمسينيات طبعا والستينيات. كابتن حسين مدكور طبعا المعروف ان هو ابدع كلاعب وكمان ابدع جدا، وكان من المعلقين الرياضيين على المستوى الاحترافي والمستوى المميز جدا. بجانب كده طبعا لعب كابتن حسين مدكور دور كبير جدا وراء تمصير اتحاد الكره المصري في الوقت اللي كان الاهلي احد الاعمده الاساسيه اللي ساهمت في تاسيس اتحاد الكره. تعالوا نشوف تقرير عن الكابتن حسين مدكور اسطوره النادي الاهلي، وبعد التقرير فاصل عشان نستقبل الجنرال الكابتن فكري صالح. حسين مدكور اسم يعرفه كل عشاق القلعة الحمراء، وواحد من أبرز أفراد الجيل الذهبي للكرة المصرية في الخمسينات والستينات، وأحد مبدعي التعليق الرياضي على مباريات كرة القدم، ومن الخالدين في ذاكرة الجماهير. حسين مدكور واحد من أعضاء الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي وقائد الشياطين الحمر في حقبتي الخمسينات والستينات، وهو نجل محمد بيك مدكور أحد أشهر مديري الكرة في تاريخ الأهلي وعضو مجلس الإدارة السابق. لعب حسين مدكور في العصر الذهبي للكرة المصرية والنادي الأهلي إلى جوار جيل من العمالقة، ضم لاعبين مثل أحمد مكاوي وسيد الضضوي ومحمد أبو حباجة، كما كان على رأس جيل الرواد ضمن الفريق الأهلاوي الحائز على أول بطولة للدوري العام ولكأس مصر في موسم 48-49 ودوري منطقة القاهرة وكأس مصر عام 42، وحصل على بطولات عديدة مع الأهلي، وكان من أبرز نجوم الكرة في النادي الأهلي قبل أن يعتزل في نهاية الستينات ويتجه إلى مجال العمل في التعليق الرياضي. كان بيلعب ناحية الشمال وابتدت الكورة وكورة ورا علي رمزي عليها قدام. خلال عمله بالتعليق سطر سجلا حافلا لن تنساه الجماهير، خاصة عشاق منتخب مصر، وعلق على عدد من المباريات الشهيرة من أبرزها مباراة التأهل لنهائيات كأس العالم 90 بين منتخب مصر والجزائر. ويتذكر الجميع الشامخ الرصين حسين مدكور حينما ترك الميكروفون في نهاية المباراة وظل يردد يا رب استرها. وكذلك يتذكر الجمهور المصري حسين مدكور في المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية عام 86 في استاد القاهرة أمام الكاميرون، حين انبرى لركلة الجزاء لاعب المقاولون السابق علي شحاتة وسجلها، لينفجر مدكور بكلماته التي يتذكرها الجميع: يا دكتور علي الله عليك يا دكتور. أيوه يا دكتور، يا دكتور علي، يا دكتور علي. كما يذكر الجميع الدور الوطني الكبير لحسين مدكور بعدما كان وراء تمصير اتحاد الكرة، ووقتها كان الأهلي أحد أهم الأعمدة التي ساهمت في تأسيس اتحاد الكرة. وفي عام 2001 رحل حسين مدكور عن عالمنا تاركا رصيدا كبيرا لاعبا ومعلقا في تاريخ عشاق القلعة الحمراء وكل جماهير الكرة المصرية. I'm gonna make it.